طبعا اعضاء الفرقه الموسيقيه اللي معايا النهارده كلهم اخواتي وحبايبي واولادي وعشره عمر كمان. بس انا النهارده عايزاكم تدعوا معايا بالشفاء للاستاذ سيد الحسيني اللي هو برغم تعبه وجالي النهارده شرفني وكبرني، وانا بشكره من كل قلبي قدامكم كلكم. شكرا يا استاذ سيد. الو الو الو، انت عارف انا حاسس صوت جاي من بره. الاغنيه دي غاليه جدا عليا، بحبها بجد وبتمنى ان انتوا تحبوها. انتوا اكيد سمعتوها قبل كده بس بقالي كتير ما قلتهاش.